روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو ما تبانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نلتقي مع شاعر كبير من أشهر شعراء الغزل، وسارت بذكره الركبان، ورويت عنه القصائد والحكايات، وكان له حضور بارز بين شعراء النبط. شعرنا هذا المساء هو محسن الهزاني، وهو الشاعر الغزلي المعروف محسن بن عثمان بن رشيد الهزاني، من مواليد بلدة الحريق بنجد عام 1145 هجري تقريبا. والهزازنة هم أمراء بلدة الحريق، ويعود نسبهم إلى قبيلة وائل. تتجلى مظاهر شخصية الشاعر محسن الهزاني في أخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة، إلى جانب ما وهبه الله من الوسامة والفصاحة. ومن مظاهر شخصيته أيضا أنه كان كريما تقيا حليما أبيا عزيز النفس. يقول الشاعر سليمان بن عفالق في وصف محسن: جميل النبا درب البنانين محسن، سمح المحيا أبلج الوجه فالحة، جزيل الندى مبدي كدا غاية العدا، بعزمات باسن يرهق الضد لافحة، ثقيل مراز العقل ما هو بغيه، ولا طايش في كل خطب نكافحة، جميل خصال النفس حامي جنابه، عن الشين له عين إلى الزين شابحه، بوجهه مصابيح الهدى من بشاشته، تبين على ذاك المحيا لوايحه، فصيح بليغ لوذعيا فكم له من النظم ما يعجز معانيه شرحه. وقال عنه أيضا: تقيا نقيا طيب الخيم ديا نصوحا صحيح الود للي ناصحه. ويقول كذلك: سليما عن الناس الدنيات عرضه، وعن المدنق الهافي ارفاعا شوابحه. كما كان الشاعر محسن ذكيا مبدعا، وصل إلى مكانة كبيرة في الشعر النبطي لم يصلها شاعر قبله، فهو ذو موهبة شعرية رائعة، تميزت قصائده بقوة المعنى ودقة الوصف وصدق العاطفة. اشتهر بالغزل، فانتشرت أشعاره بين أبناء الجزيرة العربية والخليج، نال شهرة واسعة. قال عنه الباحث عبد الله بن خميس: كان محسن شاعرا مجيدا إلى أقصى درجات الإجادة، ولم أرى من شعراء النبط قبله ولا بعده من تقدمه، خصوصا في الغزل والوصف، فلقد أبدع أي ما أبدع، وجاء بصور وابتكارات في منتهى الروعة والجمال. تولى محسن الهزاني إمارة الحريق خلفا لأخيه الأكبر حمد، الذي قتل سنة 1165 هجري، ولكن فترة إمارته كانت قصيرة لم تدم سوى سنتين. تنازل عن الإمارة لعمه عبد الله بن رشيد بن حمد الهزاني متفرغا للأدب والشعر. جمعت أشعاره في العديد من الكتب والدواوين، ولكن يبدو أن الكثير من قصائده لا زالت مفقودة، حيث أن بعض المخطوطات فيها أشعار له لم تظهر في دواوينه التي طبعت. توفي محسن عام 1240 هجري عن 95 عام. هذه القصيدة طويلة نوعا ما، ولكن تحتوي على عدة أغراض شعرية، فهي تبتدأ بالحكم والنصائح والتحذير، ثم البكاء على الأطلال كعادة قدماء الشعراء، والتشوق إلى أهلها وسكانها الأقدمين، ثم شكوى الحال والدعاء بالسقيا لبلدته، ووصف الغيث والمطر والعشب، ثم يعرج إلى الفخر ومدح داره وأهله وعشيرته، ويختمها بالدعاء لربه أن يهديه سواء السبيل. والقصيدة جاءت على نحو النظم الفصيح الموشى بالنبطي، وبعض كلماتها تنطق باللفظ الفصيح، وهي من تجاربه الفريدة وإبداعاته وإضافاته في الشعر النبطي. غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع. غنى النفس يعني القناعة، المطامع
الرغبات والطمع، أي أنه لا يستطيع الحاسد أن يمنع عنك شيء أراد الله أن يهبك إياه، وإذا منع الله عنك شيء فلا يستطيع حتى صاحبك أن يعطيك إياه. ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبرا على الفايت ولو راس ما غلا، فما فات من لافات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء، فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى عشت في دنياك أو مت واحد، ولنت في بعده لأحد بشافع. أرجى يعني أمهل، الدين والتقى والحلم والتواضع والصبر، هذه كلها من الصفات الحميدة التي يذكرها الشاعر. الفايت الذي ذهب ولن يعود، فهل تدفع البلوى؟ يعني فهل تستطيع أن تدفع البلوى وتدفع القضاء؟ فإن ما قدره الله سيكون ولا رد له. إذا عدت إذا كنت بلوزة، يعني حسدة الضيق حين تحل الكارثة. مهمة يعني أمر هام. لا تبدي أسرارك لغيرك، فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز إلا في لقى كل متعب، بسمر القنا والمرهفات القواطع. دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع. لا تبدي أسرارك، لا تظهر أسرارك لأحد. رامع الهواجس التي في قلبك، في لقى يعني في مواجهة، سمر القنا يعني الرماح، المرهفات القواطع السيوف البواتر. دع الناس يعني اتركهم، حسود وشانع. الناس نوعين، حاسد وشانع، وهو الذي شنع عليك إذا علم منك هفوة أو خطأ أو غلطة فيظهرها للناس يبتغي الإساءة إليك. وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع، فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع. درب الردى يعني طريق السوء، الواش يعني ناقل الوشاية، في حد حضره في حضورك أمامك، راتع يأكل ويرتع كالأنعام. يا شيت مالي حيلة غير إنني على شاطي الجرعة أمام الخراوع، أكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع. فقلت الركب شد وكوار كنس، عجى بالبرا يا ركب روس الجراشع، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الغالي لعلي أوادع. رسوم لسلمى آنس البوم ربعها، وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع. يا شيت يعني يا هذا، الجرعة الجرعاء الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، والرمل يرتفع وسطه وترق نواحيه. الخراوع جمع الخروع، وهو من النبات المعروف الذي يستخرج منه زيت الخروع، وربما تكون الخراوع اسم لمكان يعني في القصيدة. أكف يعني أكفكف، أمسح كفها يعني منع الدموع من الانحدار، ركب يعني غافلة قافلة، أكوار ظهور، والكور الشداد الذي يوضع على ظهر الناقة، الكنس من أسماء الإبل، عجا يعني عوجو انحرفوا قليلا، البرة زمام الناقة. يقول الشاعر محمد عبد الله العوني: يا ركب عوجو بالبرة زوم زورها، الجراشع الجرشع من الإبل العظيم الصدر أو الطويل، أجيفوا يعني قفوا، كزج الحبر بمقدار ما أكتب بحبري رسالة، الطلل البالي المنزل المتقادم العهد، رسوم يعني آثار أطلال، أنس البوم ربعها لم يعد يسكن فيها إلا البوم، قفرة مقفرة يعني، بلاقع البلقع الأرض الخالية لا شيء فيها. بها هام قلبي واستمالت صبابتي، وغصن الرجا مني لها الياس هازع، فلمن أحق العرف مني منازل، أشارت بتسليمي إليه الأصابع، منازل من له في حجر روح منزل، وفي كل وادي من فؤادي مواضع. هازع يعني هزع القصن أي ثناه، فلما أحق العرف يعني فلما تيقنت وتأكدت، حجر روح يعني داخل الروح. خليلي قم لي في دجى الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع، ودارت دواليب الهواجيس خاطري، ومليت من حلوى لذيذ المضاجع، فلا الوجد معدوم ولا الصبر موجد، ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع. هواجع يعني نيام من الهجعة النوم في الليل، الهواجيس الأفكار، من حلوى يعني من لذيذ، المضاجع الرقاد، الوجد الشوق، معدوم يعني منتهي، موجد
أو موجود، يعني معناته موجود ناجع يعني مرتحل. سل الله بالأنفال والحج والضحى، وباللي إلى أحياه نلقاه شافع، خلاف الجفا والهجر والياس والرجاء، بلق دار يسقي دار واد المجامع، بسبعة أيام على يوم ثامن، بنجمة ثريا ثم بالصرف تابع، بنو عريض حالك اللون مظلم، من هالفرج يرجع إلى شيف طالع، لكن ربابه حين ما ينثر السدى، جنح الدجار إيلان صم المسامع، نهاره كما ليل بهيم وليله، نهارا من إيضاح البروق الوامع. الأنفال والحج والضحى يعني سور قرآنية كريمة معروفة يعني، وباللي إلى أحياه نلقاه شافع يعني رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وادي المجامع وهو وادي الحريق، سمي بالمجامع لوجود واديين كبيرين هما وادي الأيمن ووادي الأيسر، وكل وادي منهما يصب فيه عدد من الشعاب والروافد، ثم تلتقي سيول تلك الواديين وتجتمع في الوادي الكبير، ولذلك سمي وادي المجامع. الثريا نجم، الصرف طلع الصرفة من النجوم، نو أو نوم يقصد به السحاب، إذا شيف إذا شوهد، ربابة الرباب المطر، السدى يعني الندى والرطوبة والضباب، ريلان الرال الجمع ريلان وهم النعام، صم المسامع له صوت قوي يصم الآذان، إيضاح يعني نور وضوح. إلى ما غشى وقت العشاء بعدما نشأ، صباله من المشرق نسيم الذعادع، حبى ذا إلى هذا وهذا رفى لذا، وهذا لهذا بالموازين تابع، وزلزل وعزل بهرباب ونزل، سجرا وزجرا مثل ضرب المدافع، وخيم كما الحندس وغيم وديم، إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع، وصكب وسكب ثم بالغيث ركب، وغط ما وطى منها الوطى والمرافع، وثور غبار الأرض من ضرب ودقه، وضجن منها الجازيات الرواتع، وسط الغثى شروى أنابيت عنصل، على كل جزع فوقه السيل جازع، سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع، بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقع. غشاء انتشر له، صبا جاءت لها ريح الصبا، الذعادع النسيم الخفيف، حبا يعني من الحبو الحركة الزحف، رفا يعني سد أغلق الفتحات، الموازين نجوم الطوالع، زلزل صار له صوت قوي كالزلزال، عزل يعني عزل هذا عن هذا، سجر يعني سجر الرعد يعني صوت قوي، وزجر هو صوت قوي بعد، الحندس الظلام التام الدامس، الديم المطر، ما يبقى بالأوطان جاضع يعني لم يبقى مكان في بلدته لم يصبه المطر، سكب يعني تراكب فوق بعض البعض، سكب ازدادا سكابا، بالغيث ركب يعني تتابع بعضها أثر بعض، الوطى الأرض المنخفضة، المرافع المرتفعات من الأرض، ودقة يعني الودق المطر، الجازيات يعني الضبع تجتزع عن الماء أي تهجر شرابه، الرواتع التي ترتعي في الأرض، الغثاء هو الغثاء أو غثاء السيل، الزبد الذي يعلو ماء السيل ولا فائدة منه، أنابيت يعني نبات، عنصل يعني العنصل نبات معمر من الفصيلة الزنبقية ذو أزهار جرسية الشكل وله ورق كورق الكراث، والجزء الأرضي منه بصلة، الجزع منعطف الوادي ووسطه، جازع جزع أي مر وطاف، البطن والبطنان والعرض أسماء مواضع في بلدة الحريق، الوبل المطر، القصون الرعارع أي القصون الجافة التي لا ورق فيها، خباريش جمع خبرة تجمع أيضا خبر، وهي الأرض الصلبة المنخفضة التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتمكث شهورا لا تغيض في الأرض، ناقع يعني الماء الباقي على وجه الأرض ولا يتسرب إلا باطنها. لنا ديرة من حل في ربعها أمن، ولا بات في قلبه من الخوف رامع، جنوبيها برك وشمال يحدها، مساحلها وادي بريك مزارع، إلى منقض النيروز فيها وخوضت، مطافيل غزلان المها كل خايع، سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة، من المزن هتاف حقوق الروامع. في ربعها يعني في ساحة رامع
يعني خفقان القلب من الرعب والخوف. برك ونساح أسماء مواضع، وادي بريك وادي فيه مزارع، انقضى انتهى، النيروز فصل النيروز وهو فصل الربيع، خوضت خاضت فيه، مطافيل يعني صغار أطفال، خايع الخايع على القفر الخالي أو الشعيب المهجور، حتاف يعني مطر متتابع، حقوق يعني صادق المطر الصادق القوي يعني، الروامع يقصد الرعود. ديرة شيوخ من عرانين وايل لها بلقى يوم الملاقى وقايع، كم واحد يخشى الخميسين باسه، جعلناه قوت للنسور الهلايا، بأموالنا نشري من الحمد ما غلا، وبرواحنا يوم التلاقي نبايع، وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد، على الغيظ قلنا ذابه البر ضايع. عرانين العرنون هو قمة الجبل أو رأسه، وايل قبيلة وايل التي ينتمي إليها الشاعر أو الجد الذي ينتسب له الهزازنة من قبيلة عنزة. القنا الرماح، وقايع حروب، الخميسين الجيشين، الهلايع الجايعة، الحمد يعني الثناء، المن المعايرة، يقول فلاني من يعني عاير، البر الإحسان. ذا قول من لاهو براعي سفاهة، ولا دار يوم لابسات المقانع، فيا نفس ريحي واطمئني جلاده، وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع، من الله مرتهب إلى الله راغب، وبالله معتصم إلى الله راجع. دار بحث بحث عن لابسات المقانع المتحجبات بالأقنعة، ريحي يعني استريحي، جلاده صبر، جارع يعني شارب يجرع الماء يشرب الماء، مرتهب يعني خايف وبه رهبة، راغب يعني متوجه. فيا الله يا علام الأسرار والعلن، يلي لنا في ماقف الحشر جامع، أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني، وانت الذي للناس ترفع وتاضع، عن عازة تقتادني صوب مبغض، وعما ينازعني رفيج منازع، فبابك فمقصود وفضلك فداي، وجودك فما جود وحلمك فواسع، وصلوا على سيد البرايا محمد، عدد ما خفى نجم وما شيف طالع. موقف الحشر، موقف الحشر يوم القيامة، تمدني يعني تعطيني، عازة يعني حاجة، تقتادني يعني تقودني، صوب يعني جهة، موجود موجود ومتوفر في كل وقت. غنى النفس معروف بترك المطامع، وليس لمن لا يجمع الله جامع، ولا مانع علما يعطي الله حاسد، ولا صاحب يعطيك والله مانع، ولا للفتى أرجى من الدين والتقى، وحلم عن المجرم وحسن التواضع، وصبر على الفايت ولو راس ما غلا، فما فات من لا فات ما هو براجع، فهل تدفع البلوى وهل تمنع القضاء، فما للذي ياتي من الله دافع، إلى عدت ما تدفع بلوزة مهمة، ولا يرتجى يا صاح منك المنافع، سوى ان عشت في دنياك او مت واحد، ولنت في بعده لاحد بشافع، لا تبدي اسرارك لغيرك فربما يلومك من لا فيه ما فيك رامع، ولا عز الا في لقى كل متعب، بسمر القنا والمرهفات القواطع، دع الناس من لا يبتدي منك رقه، وما الناس إلا من حسود وشانع، وحذرك عن درب الردى لا تبي الردى، فتصبح طريحا بين واش وشانع، تشمت عليك أعداك في كل مجلس، وكن عاقلا واترك كثير المطامع، فكم واحد يمدحك في حد حضره، وهو ربما في عرضك انغبت راتع، يرميك بالبهتان والزور واحد، من العقل جيعان من الجهل شابع، يا شيت مالي حيلة غير انني على شاطي الجرعة امام الخراوع، اكف دموع آلم الكف كفها، لها بين ملقى صحن خدي تتابع، فقلت لركب شد وكوار كنس، عجا بالبرا يا ركب روس الجراشع، أجيف كزج الحبر يا ركب ساعة، على الطل الغالي لعلي أوادع، رسوم لسلمى آنس البوم ربعها،
وأمست خلاف الأنس قفرة بلاقع بها هام قلبي واستمالت صبابتي وغصن الرجا مني لها الياس هازع فلما أحق العرف مني منازل أشارت بتسليمي إليه الأصابع منازل من له في حجر روح منزل وفي كل وادي من فؤادي مواضع خليلي قم لي في دجى الليل بعدما جف النوم عيني والبرايا هواجع ودارت دواليب الهواجيس خاطري ومليت من حلوى لذيذ المضاجع فلا الوجد معدوم ولا الصبر موجد ولا الهم عن وادي فؤادي بناجع سل الله بالأنفال والحج والضحى وباللي إلى أحياه نلقاه شافع خلاف الجفا والهجر والياس والرجا بلق دار يسقي دار واد المجامع بسبعة أيام على يوم ثامن بنجم الثريا ثم بالصرف تابع بنون عريضا حالك اللون مظلم من هالفرج يرجع إلى شيف طالع لكن ربابه حين ما ينثر السدى جنح الدجار إيلان صم المسامع نهاره كما ليل بهيم وليله نهارا من إيضاح البروق الوامع إلى ما غشى وقت العشاء بعدما نشا صباله من المشرق نسيم الذعادع حبا ذا إلى هذا وهذا رفا لذا وهذا لهذا بالموازين تابع وزلزل وعزل بهرباب ونزل سجرا وزجرا مثل ضرب المدافع وخيم كما الحندس وغيم وديم إلى حيث ما يبقى بالأوطان جاضع وسكب وسكب ثم بالغيث ركب وغط ما وطى منه الوطى والمرافع وثور غبار الأرض من ضرب ودقه وضجن منه الجازيات الرواتع واصطلغثى شروى أنابيت عنصر على كل جزع فوقه السيل جازع سقى البطن والبطنان والعرض بعدما من الوبل تخضر الغصون الرعارع بسح وتسكاب إلى حيث ما يجي لها الحول والماء في خباريه ناقع لنادرة من حل في ربعها أمن ولا بات في قلبه من الخوف رامع جنوبيها برك وشمال يحدها مساحلها وادي بريك مزارع إلى منقض النيروز فيها وخوضت مطافيل غزلان المها كل خايع سقاها الحياة في ليلة بعد ليلة من المزن هتاف حقوق الروامع ديرة شيوخ من عرانين وايل لها بلقى يوم الملاقى وقايع كم واحد يخشى الخميسين باسه جعلناه قوت للنسور الهلايا بأموالنا نشري من الحمد ما غلا وبرواحنا يوم التلاقي نبايع وبالمن ما نتبع عطانا ولا بعد على الغيظ قلنا ذا به البر ضايع ذا قول من لاه براعي سفاهه ولا دار يوم لابسات المقانع فيا نفس ريحي واطمئني جلاده وكل ابن أنثى من لظى الموت جارع من الله مرتهب إلى الله راغب وبالله معتصم إلى الله راجع فيا الله يا علام الأسرار والعلن يلي لنا في ماقف الحشر جامع أسالك عن الأدنى والأقصى تمدني وانت الذي للناس ترفع وتاضع عن عازة تقتادني صوب مبغض وعما ينازعني رفيج منازع فبابك فمقصود وفضلك فداي وجودك فما جود وحلمك فواسع وصلوا على سيد البرايا محمد عدد ما خفى نجم وما شيف طالع. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة ونلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.